الحمد لله، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على قلب حبيبه ونبيه ومصطفاه قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علمنا في طيات هذا القرآن الكريم مقامات عظام يدركها من يدركها في هذا الوجود، وتفوت على من لم يكتب له التوفيق. في طريقنا في الحب ولمعرفتنا لمهية الحب وما هو الحب، السؤال الذي نكرره في كل مجلس، السؤال الذي يذكره كل إنسان منا في كل حالاته: ما هو الحب؟ وما هي مقاماته؟ وما هو أعلى مقام فيه؟ الخلة. ما هي الخلة؟ مقام ذكره الله في القرآن الكريم، مقام عظيم وحالة عظيمة ذكرها المولى جل جلاله وجعل لها شرطاً عظيماً. هذا الشرط لكل من رأى في نفسه أنه خليل، أو رأى أن هذا الإنسان خليل. فمن هو الخليل؟ أول معرفة نتعرف عليها في مقام الخلة أن الخلة هي أرفع من الحب وأعلى من الحب وأجود من الحب وأحسن من الحب، بل وهو مقام أسعد للحبيب بحبيبه. لما؟ لأنه مقام الخليل لخليله المصطفى، روح له الفداء. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أنا حبيب الله، أنا خليل الله. إذن هذا المقام العظيم وهذه المرتبة الكريمة وهذه الدرجة الرحيمة من الله سبحانه وتعالى كل إنسان منا يشتاق إليها، ينظر إليها، يرنو للوصول إليها. الأولى هي مقام أرفع من الحب، والثانية لا تكون إلا للصديق الخالص، الصديق التقي، الصديق النقي. إن كانت زوجة خذها تقية نقية، إن كانت بنتا فربها أن تكون تقية نقية، وإن كان حبيبا أو جارا أو ابنا أو صهرا أو أيما إنسان تخالطه في الدنيا وتريد أن تتخذه خليلا، اجعل شرط الخلة بينك وبينه مقام واحد، وهو مقام التقوى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء في الدنيا مع بعض، لكنهم في الآخرة ما هي أحوالهم؟ سيكونوا أعداء إن لم يكونوا أتقياء. فكل تقي نقي هو خليل. فالمصطفى اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. لما؟ لأن أبا بكر حاز هذا المقام العظيم، والصحابة فعلوا ذلك، وجاء من بعدهم التابعون رضوان الله عليهم وفعلوا ذلك، وتابعوا التابعين فعلوا ذلك، إلى أن وصل بنا المقام. اليوم وأنت في هذه الدنيا، في هذه الألفية، في هذه الأحوال، في هذه الوسائل الكثيرة المتعددة المتنوعة في التواصل بينك وبين الناس، كم خليل لك التي تفكر بأن تكون زوجة لك وأما لأبنائك؟ هل هي في مقام الخلة منك؟ هل هي صادقة وفية تقية نقية؟ وأنت الذي تنظري إليه وتريديه أن يكون هو عمود البيت وهو أبو الأبناء، هل هو تقي نقي؟ هل هو حقيقة يكون خليلا في الدنيا؟ وما هو المقام في الخلة؟ ذكره إمام بحث عن الخلة ودعا بدعوة أرادها مع رسول الله، قال: واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه. إذا كان الصديقان بينهما مقام وفيه تطابق كبير فالخليل هو رفيق الروح. فإن كان في حياتك إنسان تناديه وتقول له: أنت أنا وأنا أنت، فهذا هو خليلك في الدنيا وهذا هو رفيق الروح. فإن كان رفيقا للروح تجلى فيه هذا الدعاء المبارك الذي ذكره الإمام أحمد بن إدريس العرائشي، الذي يبحث عن الخلة ورأى أن الخليل في الحقيقة هو الحبيب المصطفى، فقال في دعائه المسمى بالصلاة العظيمية: واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه.
هذا الجسد لا يسكنه إلا روح واحد، وهو روحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندها تنظر في هذه الأبيات التي قال فيها: إمام يبحث عن الخلة، وصل في يوم من الأيام وقرع الباب على حبيبه ورفيق دربه ورفيق روحه، فقال هذه الأبيات وهو يترجمها في حالة عظيمة من حالات الخلة. قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال: أخطأت تعريف الهوى عندما فرقت فيه بيننا. فمضى عام ثم جئته أطرق الباب عليه موهنا، فقال: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم بالباب غيرك هاهنا. قال: أحسنت تعريف الهوى، فادخل يا أنا. هذا المقام العظيم الذي ذكره سيدنا أبو بكر الصديق، فقال: شرب رسول الله حتى ارتويت. ما هذا المقام؟ هو مقام الخلة، هذا المقام الذي إذا رأيت فيه صديقاً سعيداً مسروراً وأنت في ضنك لكنك سعدت بسروره، هذا خليل لك في الدنيا، فكن معه. لما؟ لأنه واحد فرد في حياتك، فاسلم لله واستسلم معه لله رب العالمين. وانظر في القرآن الكريم ماذا قال الله عز وجل في قصة سليمان: قالت بلقيس: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طلبت المعية مع الأتقياء الأنقياء، زوجة، أبا، أخا، جارا، صديقا، في كل أحوالك في الدنيا. لا تتهاون في أن تبحث عن التقي النقي ليكن لك خليلا في الدنيا. لماذا؟ لأن لك قلبا واحدا هو الحب. فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا، فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. قلبي على من عداك.